بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو راحين ندرس الوحدة الرابعة في مجال الظواهر الميكانيكية اللي هي الاحتكاك لو فروتمون. أي واش راح نشوفه في هذا الفيديو؟ راحين نميز بين الاحتكاك المقاوم والمحرك. يعني عندنا نوعين تاع الاحتكاك، نميز بيناتهم الاحتكاك المقاوم والمحرك. كذلك رايحين نفسر ظاهرة الالتصاق بالأرض، أي بين ماذا؟ بين الأرض والمتحرك بواسطة الاحتكاك. ثالثا رايحين نمثل قوى الاحتكاك ب شعاع. يعني هذه هما الخطوات الثلاثة اللي راح نديرهم إن شاء الله في هذا الوحدة كامل اللي هي الاحتكاك. الأجسام كامل الأجسام تخضع إلى قوى احتكاك أثناء تحركها، أي أثناء الأجسام أثناء حركتها تخضع إلى قوى احتكاك. نحاول إن شاء الله التعرف على هذه القوى وإبراز مختلف مظاهرها، وإبراز مختلف مظاهر هذه القوة. حاول أنت أن مثلا عندك قطعة زجاج، أي عندك في النافذة زجاج تاع النافذة، حاول تمرر صبعتك فوق قطعة الزجاج، ومن بعد روح برا وين كاين كاش حيط خشين او ارض خشنه، حاول تمرر اصبعتك فوق الارض خشنه، ماذا تشعر هنا؟ واش رايح تشعر؟ يعني هنا اولا عندنا قطعه الزجاج، لاحظ ها هي قطعه الزجاج، وعندنا مثلا قطعه خشنه تاع حيط ولا كذا خشنه، يعني حرش خشن كذا، وهذا الزجاج. هذا الزجاج هنا الحالة الأولى، مررنا يدينا على قطعة الزجاج. الحالة الثانية مررنا صبعتين يدينا على القطعة الخشنة. ماذا تشعر؟ وش تشعر أنت؟ في الحالة الأولى راح تشعر باللي يدك راهي تزلج، راهي تنزلق، وكأن كي شغل قوة راهي تدفع فيها، راهي تزلج هكذا. مثلا لو جينا في الدار كيكونوا مثلا يديروا في التسياق ولا يديروا الصابون، عندك لا دال دو سول ولا كارلاج ولا، لاحظ باللي تبدا تمشي بالاقل خايف باللي تفوف كون تروح رحت، شغل قوة دفعتك. في الحالة الثانية كي نمرر يدي فوق حاجة خشينة، فوق حيط خشين ولا فوق أرض خشينة ولا، واش نشعر؟ شغل كاينة مقاومة، راهي تقاوم في التحرك تاع اليد تاعي، شغل قوة راهي تحاول تمنع يدي باش تتحرك بسهولة، تمنعها باش تتحرك بسهولة. إذا واش نقول في الحالة هذه؟ أن للاحتكاك مظهران، نقول أن للاحتكاك مظهران. للاحتكاك مظهران، أي في الحالة الأولى نسمو هذاك الاحتكاك الاحتكاك المحرك، الاحتكاك المحرك محرك. أما في الحالة الثانية في السطح الخشن نسموه بالاحتكاك المقاوم، الاحتكاك المقاوم. أولا نحاول نعرف الاحتكاك، يعني تعريف، نعطي تعريف للاحتكاك. تعريف الاحتكاك عندنا ما هو؟ هو فعل تلامسي، فعل تلامسي بين ماذا؟ بين جملتين ميكانيكيتين، أي وهو
موزعه على سطح ماذا؟ التلامس بين الجملتين، عفوا سطح التلامس بين الجملتين، هذا هو تعريف الاحتكاك. كذلك قبل ما ندخل في التفاصيل تاع الاحتكاك المحرك والاحتكاك المقاوم، لازم أن نفرق بين الاحتكاك الحركي، أي الاحتكاك الحركي، والاحتكاك ماذا؟ السكوني، ساكن. السكوني كيفاش تقول لي كيف واحد ساكن كاين احتكاك الحركي؟ مثلا هذا الحركي إذا كانت إحدى الجملتين الميكانيكيات تتحرك بالنسبة إلى أخرى، مثلا السيارة تتحرك فوق الأرض، يعني كاين احتكاك بيناتهم. يعني هنا السيارة، هاي السيارة مثلا راهي تتحرك فوق الأرض، كاين يعني وحدة راهي تتحرك بالنسبة إلى الأخرى، أي السيارة تتحرك، لا فواتور تتحرك بالنسبة إلى الأرض، لا تير. أما الاحتكاك السكوني مثلا إذا كانت الجملتان ساكنتان بالنسبة وحدة بالنسبة إلى الأخرى، جينا حطينا هكا وجينا حطينا صندوق كبير وربطناه هنا بكابل ورانا نجرو فيه، هنايا مثلا نحاول نسحب هذا الصندوق فوق هذا السطح اللي هو خشن، السطح خشن لاحظ باللي في الاول نبذل جهد كبير وحنا نجبد حتى بالسيف باش يبدا الجسم يتحرك. اي هنا كلما جبدنا اي سحبنا الخيط يزداد الاحتكاك، يزداد حتى يبلغ اقصى قيمه له، ومن بعد هنايا يبدا الجسم يتحرك، يعني بشق الانفس، يبدا الجسم يتحرك بشق الانفس. الان افتح كتاب المدرسي تاع الفيزياء، روح للصفحه 42، شوف النشاط رقم 1. نروحوا للنشاط رقم 1. عندي هنا هذا، وشن هو هذا؟ ورق كاشيط، هذا ورق كاشيط. كاين اللي راهو ربما ما يعرفش شنو هو ورق كاشيط. الورق الكاشيط تجي ورقه نشروها باش نحكو بها الحيط، كي نجيو نصبغوا الحيط الورق يجي فيه نيميرو، بالنيميروات، نيميرو 5 2 3 الى اخره. هذا الورق الكاشيط فيه جهه حرشه بزاف، حكوا به مثلا النحاس، نحكوا به الحديد، نحكوا به هذا الورق الكاشيط. كي نجيو نصبغوا مثلا باب تاع حديد نشرو ورق كاشيط خشينه على اللي نواسوا بها الحيط. كي يجي الصباغ يحك الحيط ويدير لوندوي يشري هذا بابيون، فير يسموه، بابيون فير، يحكوا به. هذا هو واش قصدوا به الورق الكاشيط، عنده جهه حرشه وجهه ملساء، ومن بعد واش عندنا؟ ثاني قالب من خشب، ها هو قالب من الخشب. هنا واش عندنا؟ كأس، بلاستيكي، لماذا بلاستيكي؟ باش نقدروا نديروا له ثقب هنا ونعلقوه، نربطوه، يعني كاس تاع الزجاج ما نقدروش نثقبوه هنا ونعلقوه. وعندنا باكارا، هذه باكارا، لا بولي يسموها فرنسي باكارا. وعندنا الخيط راهو باين، وعندنا واحد شويه تاع رمل، هذا اللي راهو هنا في الكاس هو رمل، جاف، إذا واش نجي ندير دركا مع الاول؟ هذاك الورق الكاشيط نسيي نثبتو بلي بيناز هنا بالدبوس، باش يبقى لاصق هكا، بلي بيناز، ندلو دو بيناز نثبتو في الطاولة
بون انت تروح للطاوله تاع الصالون ثاني، تروح دير لها لي بيناز، ومن بعد يماك تقول لك الشيخ تاعكم ما هو اللي قال لك ثقب الطابله هكا بلي بيناز. لازم تكون حاجه يعني فوق لوحه وين تقدر تستعملها، ماشي تروح طابله جديده تاع الصالون تروح تثقبها بلي بيناز وما تحصل فيها انايا. ابن تفهموا هيا روح نكملوا. هذا السطح الخشن تاع الورقه حطوه من تحت، اي الخشبه حطها فوق السطح الاملس ليس، هذاك الخشين حطه من تحت. وبعد واش نبدا ندير؟ نبدا نملا في الكاس بالرمله تدريجيا بالعقل، نعمر فيه بالرمله. واش تبدا تدير؟ تبدا هذا الخشبه تبدا تتحرك، هذا الكاس يبدا يهبط، الخيط يدور على البكاره، وبعد الخيط الكاس يثير الخيط، الخيط يثير الخشبه هنايا، خشبه تبدا وين تتحرك، هاي بدات تتحرك الخشبه. احنا نتاكد من هذا الشيء لو نجو مثلا ونديروا ربيعه، ربيعه نحطوها هنا يا بين الخيط هذا والخيط هذا، نربطوها هنا تعطينا القياس تاع البيدون او الكاس بلاستيكي كيتحرك. يعني من الاحسن نديروا الربيعه هنايا، الربيعه يعني كي نكونوا في المخبر. انت ما عندكش ربيعه في الدار ما ديرش، يعني او باين باللي راهو يتحرك. ومن بعد واش نجي ندير؟ نجي نعاود العمليه، بصح هذيك الورق الكاشيطه هذيك نقلبها الجهه الحرشه نحطها للفوق. نقلب الورق الكاشيط هذيك الجهه الحرشه نحطها للفوق ونحط فوقها اللوحه، يعني الوجه الخشن هذاك نحطه نحو الاعلى. ومن بعد نعاود التجربه ونزيد نحط الرمله بالعقل بالعقل بالعقل. واش نلاحظ؟ باللي القطعه الخشبيه ما تتحركش والو، ما تحركتش. نزيد نضيف كمية أخرى من الرملة حتى نزيد 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 بالسيف باش تحركت. هنا لاحظ قياس تاع الربيعة في الأول يختلف، يكون أكبر من قياس في الثاني. يعني شكون اللي منع هذا القطعة الخشب باش تحرك؟ هي الجهة الحرشة، الجهة الخشنة اللي راهي فوق. إذا واش نستنتج من هذا كله؟ نستنتج أن أو نسمي هذا التأثير المتبادل بين الجملتين الميكانيكيتين بماذا نسميه؟ أي كاين تأثير متبادل بين الجملتين الميكانيكيتين اللي هي قطعة الخشب والورق الكاشط، نسميه بالاحتكاك. احتكاك تو سامبلومون، نسميه بالاحتكاك. يعني لاحظ في الحالة الثانية هذا الاحتكاك راهو يعرقل للحركة. الاحتكاك واش يدير؟ يعرقل يعرقل الحركة، عفوا الحركة، راهو يعرقل الحركة. إذا هنا التأثير كيفاش يكون؟ يكون هذا التأثير مقاوما مقاوما، التأثير يكون مقاوم صح. لكن شدة هذه القوة يعني المعرقلة للحركة كلما كان سطح التلامس أكثر خشونة، يعني كلما ازدادت هذا العرقلة هذا المقاومة حتى وين ما يتحركش. كلما كان هذا السطح التلامس أكثر خشونة كلما أكثر زادت هذه الحركة في التعرقل أي في المقاومة. أنت حاول مثلا كما موالف تشوف في الأشرطة في التلفزيون، كاين مثلا ذوك الجبال تاع لاكلاس القطب الشمالي ولا كذا، لاكلاس جاي هكا. أنت مثلا حاول أنك مثلا لو هذاك اللي كان في لاكلاس يحاول يطلع هنا بحذاء عادي بسيط، يحاول يطلع، اسكو يقدر؟ ما يقدرش، او الحذاء تاعو جاي هكذا هكذا ديجا املس او منا املس والو.
لكن كاين احذيه خاصه يعني صبابط سبيسيال يجوا هنا فيهم هكذا هكذا يجوا هكذا هكذا فيهم بعض لي كرومب خارجين هكذا هادو يلبسهم يطلع يكروشي حتى ذوك المتسلقين في الجبل يكروشي به هكذا لاحظ حتى اللي يلعبوا الفوتبال التريننج تاع اللي يلعب الفوتبال والتريننج تاع بول اير ماكس وما يش عارف واللي يدير كذا ماشي كيف كيف التريننج تاع لي بوزيو بها برا واللي يلعبوا بها الفوتبال تشبه لهذه لاحظ اللي يلعبوا بها الفوتبال راي فيها هذوك لي كرومب من تحت يجوا هكا من تحت علاش باش ما يتزحلقش في الملعب باش ما يتزحلقش في الملعب فيها هكذا فهمت اذا لاحظ حتى هذيك التريننج اللي يلعب فيها الفوتبال وعندها عفسه تاع انها باش تكون لاباس تاعها خشنه باش ما يزلتش اللاعب حتى اللي يطلع بها في الجبل تكون عندها لاباس تاعها لاحظ خشنه حتى ما يزلتش فوق الكلاصه نبقى دائما في الصفحه رقم 42 ونحاول نحل النشاط رقم 2 هنا قال لك البرغي ما البرغي هو المسمار يعني هنا قال لك جيب ثلاث بالونات هكذا هكذا طروا بالون احزمهم جيب الطروازيان بالون هكذا ثاني زيد حزمه هنا الدوزيام انا قلت وهذا الطروازيام بالون هنا هادو واش دير جيب مسمار اربطو ها هو المسمار حاول اربط المسمار بخيط وبخيط هنا وبخيط هنا جيب مسمار واحد اخر ما تربطو حتى في حاجه هكذا وللزوج خليهم في ارتفاع كيف كيف يعني نفس الارتفاع ومن بعد اطلقهم يهبطوا للزوج خليهم يهبطوا صح واش تلاحظ هنا ها يعني نترك من نفس الارتفاع نخليهم يهبطوا واش نلاحظوا هنا اوتوماتيكمون راح تلاحظ باللي المسمار المربوط في لي بالون ثلاثه المثانات يصل هو الاخر يعني هذا اللي راه موش مربوط هو يوصل الاول هو اللي يوصل الاول اذا واش نستنتج هنا ان الجمله الميكانيكيه سواء كانت داخل مائع سواء كان غاز او سائل تخضع الى ماذا الى قوه احتكاك اي الجمله الميكانيكية تخضع إلى قوة احتكاك احتكاك أي داخل ماذا؟ داخل المائع داخل المائع هذا المائع واش نقصد به؟ سواء كان غاز أي الهواء الهواء هنا شكون اللي يجينا لي بالون باش يهبطوا بالخف هو احتكاكهم مع الهواء او سائل او سائل ثاني الماء لاحظ كي انت يا طلع هكا بلونجي في الفيد او تلحق بالخف الارض وتتفجخ بصح كي تبلونجي في الماء مثلا انك بلونجيت وحوست في لابيسين او حوست تهبط للفون الماء راه يمنعك كاين احتكاك مع الماء اذا هذه واش نسموها اي قوه الاحتكاك ونرمز لها بماذا بأف نرمز لها بأف يعني هنا هذه قوه الاحتكاك واش دير تعكس او تعاكس حركه الجمله الميكانيكيه هذه قوه الاحتكاك واش دير هذه تعاكس حركة الجملة الميكانيكية هذه قوة الاحتكاك إذن واش نسميه هذا النوع تاع الاحتكاك نسميه
الاحتكاك، الاحتكاك ماذا؟ المقاوم، الاحتكاك المقاوم تو سامبلومون. لاحظوا هنا عندي مخطط، وهذا المخطط راه موجود عندك في الكتاب المدرسي. اذا هنا عندنا زوج مخططات، رقم واحد ورقم اثنين. لاحظ المخطط كيفاش راهو مصنوع، اي عندك السرعه المتر على الثانيه، وعندك الزمن بالثانيه لو طون تي، السرعه دايرين لها في باسكو، علاش اون فرونسي سما لا فيتيس، فيتيس سي بور سا يرمزوا لها بالفي. وعندك التي لو طون، لو طون اللي هو الزمن. اذا لهنا كاين عندنا مخططين، عندنا المخطط الاول والمخطط الثاني. لاحظ ان المخطط الاول السرعه تاعو راهي تزداد، اما المخطط الثاني لاحظ ان السرعه طلعت من بعد تنقص، راهي تنقص السرعه تاعو تنقص. اذا هنا نطرح سؤال، ما هو مخطط سرعه كل واحد من البرغي او المسامير التاليه؟ عندنا مثلا نسمو هذا بالا وهذا نسموه بي. اذا هنا لاحظ باللي هذا اللي السرعه تاعو البي هو اللي السرعه تاعو زادت، الحق هو الاول. اذا البي هو هذا المخطط تاعو، والا تكون راهو مشدود بلي بالون، والبالونات اي عندهم احتكاك مع الهواء هبطوا بثقل. اذا هذا هو ماذا؟ الا. اذا واش نزيدو نطرحو سؤال، الى ماذا يرجع هذا الاختلاف في السرعه؟ لماذا كاين هنا اختلاف في السرعه؟ يرجع الى الاحتكاك المقاوم. احتكاك مع ماذا؟ او داخل ماذا؟ داخل مائع، داخل الغاز. الغاز هو شكون؟ هو الهواء، الهواء هو غاز. اذا هذا الهواء يمنع الاحتكاك. نعطيك مثال، كاين بعض الشاحنات لاحظ تصيبهم دايرين هكا لي سومي رومورك، تصيب لاكابين تاعو دايره هكذا، لاحظ مليح تصيبها دايره هكذا، هذه لاكابين تاع لو سومي رومورك ولا الكاميون كيما تحب، هذه لاكابين تاعو. تصيبهم دايرين في بعض الاحيان لو هنا ما زادوش واحد الحاجه فوق لاكابين اللي هنا، الهواء لاحظ راح يكون انفروتمون، اي سورتو كي تكون عنده هنا لا رومورك عاليه على لاكابين هكا، كاين هنا انفروتمون، اي الهواء يمنع، لاحظ يمنع هذه، يمنع يكون احتكاك، اي يمنع من انتقال الكاميو هذا بسرعه. اذا واش يديروا له هذا الاحتكاك؟ لاحظ يجوا هنايا فوق هذا لاكابين، فوق الكابين هذه يديروا واحد، لاحظ شوف لي سوميرومورك يديروا واحد الحاجه دايره هكذا فوق الكاميون، دائما تصيبها دايره هنا. علاش دايرينها هذه؟ هذه تمنع هذا الاحتكاك. لاحظ هذا عندما يجي الهواء هكذا يطلع هكذا ويدور ويروح هكذا، اي هنا تزيد سرعه الشاحنه. اي انا راني خرجتك للطريق باش تشوف كاين امور لا ربما انت تشوف هذه علاش راهم دايرينها فوق الكاميون، انت حاسب بلي هم مشبحين بها وهي لا لا، هي على جال لو فروتمون تاع الهواء، الاحتكاك تاع الهواء. لاحظ معي الرسم اللي هو امامك، اي الصوره اللي هي امامك، هنا لاحظ ان عندنا مظلي يقفز من طائره، عندنا المظلي يقفز من طائره على ارتفاع حوالي 3000 متر. كيفاش تكون الحركه تاع المظلي قبل ما يفتح الباراشوت؟ المظله لو باراشوت قبل ما يفتحو كيفاش تكون الحركه تاعو يكون هابط؟ اشكو زيكزاك يروح هاك وهاك؟ لا لا، حركه تاعو تكون شاقوليه، تكون ماذا؟ شاقولية، تكون شاقولية أي نحو ماذا؟ نحو الأسفل، تكون
تكون شاقوليه نحو الاسفل، السرعه تكون السرعه تاعو كيفاش تكون كيقفز من الطياره وراه هابط، اي سرعته كيفاش تكون، تكون متزايده، هذه قبل ما يفتح سرعته تكون متزايده تزيد، كل ما راه هابط كل ما تزيد. لماذا؟ علاش راه تزيد السرعه تاعو؟ واش من قوه هنا اللي راه يخضع اليها؟ يخضع الى قوه ماذا؟ قوه جذب الارض، يخضع الى قوه عفوا جذب الارض، جذب الارض اللي هي اف تي بي، ها هي القوه اللي راه يخضع اليها، علاه رمزوا لها بالتي؟ تي لاتير تاثر في البي اللي هي الباراشوتيست، لو باراشوتيست اي المظلي، اي تاثر فيه هنا، هذه قبل ما يفتح. الان نشوفوا بعد ما فتح المظله تاعو، يعني كيكون للارض اقل من 1000 متر، يعني تكون مسافه تكون اقل من 1000 متر يفتح الباراشوت تاعو. هنا كيفاش راح تكون الحركه تاعو؟ هو فتح الباراشوت، كيفاش راح تكون الحركه تاعو؟ هنا السرعه تاعو تتناقص، اي السرعه تتناقص، السرعه تتناقص حتى تصبح ثابته ويهبط هذا المظلي في امان الى الارض، يعني بدون ان يصطدم مع الارض. من الذي خلى هذا السرعه تاعو تنقص؟ شكون اللي خلاها؟ وش اللي خلاها تنقص في رايك؟ هي ماذا؟ هي مقاومه الهواء للمظله، مقاومه الهواء للمظله، يعني كي تكون المظله هابطه لاحظ ان الهواء يقاوم المظله، هكذا مقاومه الهواء للمظله، وكي تكون مفتوحه. هذه القوه ماذا تسمى؟ تسمى قوه الاحتكاك المقاوم، اي الاحتكاك ماذا؟ المقاوم، هذه هي الاحتكاك المقاوم اللي هي ماذا؟ اف ا في بي، اي اف ا دي بي. هنا ا واش نمثل بها؟ لير، اي الهواء، ار هواء، والبي لو باراشوتيست المظلي. اذا هنا واش نستنتج؟ ماذا نستنتج من الذي ذكرناه حاليا؟ نستنتج ان الاحتكاك هو قوة تلامسية، الاحتكاك وماذا؟ هو قوة تلامسية، تلامسية تنشأ من ماذا؟ تنشأ عند، او تنشأ عند ماذا؟ عند سطح التلامس، اي تنشأ عند سطح التلامس، عند سطح التلامس، عند سطح التلامس بين ماذا؟ بين جملتين ميكانيكيتين كما هنا، بين الهواء وبين المظلة. أي هذه القوة نمثلها بماذا؟ نمثلها بشعاع، بشعاع هكذا، بشعاع حامله يوازي محور الحركة، الحامل تاعو يكون يوازي محور الحركة، أي هذا الشعاع حامله يوازي محور الحركة، محور الحركة، وجهته عكس اتجاه الحركة، جهته عكس اتجاه الحركة. يعني لو جينا مثلنا هكذا، نجو نديرو رسم هكذا مثلا، وعندي أي حاجة راهي تتحرك كيما هكا، راهي تتحرك. إذن لاحظ هذه جهة الحركة هكذا، هذه جهة الحركة أو اتجاه الحركة، هذا اتجاه
حركة أو هكذا. إذن وهذه ما هي؟ هذه الجملة الميكانيكية، نديرو جي ميم، جملة ميكانيكية. كيفاش يكون الشعاع تاع الاحتكاك المقاوم؟ يكون من، يبدأ من ويروح حتى لهنا، هكذا يكون الشعاع المقاوم، ونمزلو اف لأنه قوة، هو اف هكذا. نحاول الآن نشوف هذا النشاط، صوت هذا النشاط نحاولوا نشوفوا اش راهم يقولوا له. قال هنا عندنا دراسة حركة سقوط كرية في سائل، أي بالنسبة لمرجع أرضي. هنا كرية راهي تسقط، لاحظ في الشكل، في ماذا؟ في سائل، أي بالنسبة لماذا؟ إلى مرجع أرضي. قال لك نترك الكرية تسقط داخل مخبار طويل اللي هو هذا، مدرج ومملوء بالزيت، مملوء بالزيت، مثلا موضوع أمام مسطرة، أي مدرج. نسجل بالتصوير المتعاقب المواضع المتتالية للكرية في فترات زمنية متساوية كما هو مبين في الشكل. إذن ما طبيعة حركة الكرية بين الموضعين أم زيرو وأم ثنين؟ يعني بين الأم زيرو والأم ثنين ما هي طبيعة حركة الكرية؟ وحركة الكرية أي هنا مستقيمة متغيرة متناقصة؟ يعني هنا حركة الكرية كيفاش تكون؟ تكون مستقيمة متغيرة متناقصة. لاحظ كانت تمشي، كان كاين مسافة طويلة ومن بعد تجي مسافة قصيرة. أما الآن قالك ما طبيعة حركة الكرية بين الموضعين أم دو أم سانك؟ لاحظ بين أم دو أم سانك، لاحظ باللي المسافات متساويين، لاحظ المسافات هنا راهم متساويين. إذا حركة الكرية مستقيمة منتظمة، هنا بين الام زيرو والام دو حركة الكرية متغيرة متناقصة، نقصت، تشوف نقصت المسافة. اما بين الام دو والام سانك المسافات بين الكرية راهم متساويين، اذا حركة الكرية مستقيمة منتظمة. اذا قال لك كيف نفسر هذه الحركة المنتظمة لجملة الكرية بالنسبة للمرجع الارضي؟ أي عندما توضع الكرية داخل السائل اللزج أي اللي هو الزيت، فإنها تخضع لقوة احتكاك F، كاين قوة احتكاك تمنحها باش تهبط بسهولة. تعاكس حركتها، يعني تعاكسها، أي تعاكس حركتها كما تعاكس ثقل الكرية P، باسكو الشيء القوة اللي خلت الكرية تهبط هو الثقل P، هذه قوة الاحتكاك تعاكسها، تعرقلها متخليهاش تهبط. وعند الموضع ام اثنين تصبح هاتان القوتان متعاكستان مباشرة، اي هذا القوة البي والاف تكون متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الجهة، ولهما نفس الحامل، اي عندهم كي تلحق لها هنا الام اثنين تولي بي متساوية في الشدة هي والاف، وعندهم نفس الحامل ومتعاكسين في الجهة، ولذا تصبح هذا الشيء هذا السبب اللي خلى حركة الكرية تصبح منتظمة، أي مستقيمة منتظمة. خلاصة القول واش نقوله؟ أن الجملة الميكانيكية تخضع داخل السائل لقوة احتكاك F، هذا F اللي هي قوة الاحتكاك تعاكس حركتها، أي تعاكس حركة الكرية، إذن فهي احتكاك أو فهو احتكاك مقاوم. كذلك تتزايد قوة الاحتكاك بازدياد سرعة الجملة في السائل، تتزايد قوة الاحتكاك بماذا؟ بازدياد سرعة الجملة في السائل إلى ماذا؟ إلى قيمة معينة ندعوها السرعة الحدية، إلى قيمة معينة ندعوها السرعة الحدية. عند هذا السرعة الحدية تكون الـ P والـ F متعاكستين مباشرة، وبذلك تصبح حركة الجملة مستقيمة منتظمة. الآن نشوف ما هي العوامل المؤثرة في الاحتكاك، سواء كان سكوني ولا حركي. نشوف باللي أن الاحتكاك يتعلق بالقوة العمودية
التي يضغط بها الجسم على المستوي، أي كاين قوة عمودية يضغط بها الجسم على المستوي. لاحظ عندنا الشكل الأول، شوف الشكل الأول وشوف الشكل الثاني. في الشكل الأول القوة الضاغطة هي ثقل الجسم آس، القوة الضاغطة هي الثقل تاع الجسم آس يعني في وفي الشكل الثاني القوة الضاغطة أقل من ثقل الجسم، لأنه راه مايل، القوة الضاغطة تكون أقل. كلما زادت هذا الزاوية ألفا تنقص قوة الاحتكاك، كلما زادت الزاوية ألفا تنقص. مثلا أنت تكون واقف هكذا، لاحظ أو صندوق راك تجر فيه هنا، بصح صندوق دايرو فيه هبطة، يهبط وحده بربما بلا ما تطبعو يهبط وحده هنايا، يعني هنا تنقص قوة الاحتكاك، ومنه يصبح الاحتكاك في الشكل واحد أكبر من الاحتكاك في الشكل رقم اثنان. يعني بعد ما شفنا بعض الأمثلة على الاحتكاك المقاوم عفوا، الآن نشوفوا الاحتكاك المحرك. يعني هل يعني كامل الاحتكاك يكون مقاوم يعني معيق لهذا الحركة؟ كيفاش نفسر أن عندنا سيارة وكانت حابسة ومن بعد انطلقت بسرعة، يعني ما منعها حتى شيء؟ كيف نفسر؟ عندنا مثال انطلاق سيارة، انطلاق سيارة كيفاش حتى تنطلق هذه السيارة هذه؟ يعني ومن الذي دفعها؟ يعني من الذي دفعها؟ هل من الذي يدفع السيارة؟ هل العجلات، العجلات ولا الطريق؟ أو الطريق من الذي يدفعها؟ الطريق. نجو نعلقوها نحطوها فوق بريكة السيارة ونكسيليريو العجلات، بصح كون العجلات أي العجلة هكا، هكذا العجلة تلمس الطريق، تلمس الطريق، هذا الطريق وهذه العجلة. إذن هل الذي جعل أي دفع السيارة هل العجلات أم الطريق؟ ليدفع السيارة الأمام هو الطريق، الطريق هو الذي يدفع السيارة للأمام. أولا لازم تكون بعلمك أن السيارة عندها عجلتين، عجلتين قائدتين، قائدتين يعني هما اللي دوروا، أي هما اللي متصلين بالموتور هو اللي يدورهم، وعجلتين مقتادتين، وعجلتين مقتادتين هذو يتبعوا بمتبع هذو، فهمت؟ صح. إذن العجلتين المحركتين كل واحدة منهم، نقولوا هذو العجلتين المحركتين كل واحدة منهم تضغط على الأرض بقوة F، كل واحدة منهم تضغط على الأرض بماذا؟ بقوة F. هذه القوة تكون معاكسة تماما ولها نفس الشدة ونفس الحامل، لها نفس الشدة ونفس الحامل. يعني لاحظ لو مثلا، مثلا هذا القوة نسموها مثلا R لارو العجلة على T لاتير هكذا، كنا نجي نمثلها هنا كيفاش راح تكون؟ انتبه معايا مليح، هنا نقطة الضغط، ها هي نقطة الضغط، تكون هكذا يعني F، لاحظ R T، F R T. أما قوة رد الفعل اللي تنتج هنا هي هذه R، تكون كيف كيف كما هي، R هي قوة ماذا؟ رد الفعل تاع العجلة. لاحظ معي لهنا هذه القوة R هي ماذا؟ هي عمودية، ها هي عمودية على الطريق. لاحظ
هذا القوائر تمنع العجلة باش تدخل في الأرضية، باش تغوص في الأرضية، عندها نفس الحامل ونفس شدة ثقل السيارة، أي الموزع على العجلات الأربعة، نفس شدة ثقل السيارة اللي هو بي، اللي راه موزع على كامل العجلات الأربعة اللي تير نحو الأرض. يعني هنا نقدر نقول أن هذا القوة هي مجموع ماذا؟ تاع البي ضد الآر. هذه هنا تكون عندنا هذه القوة المركبة اللي هي اف، يعني تكون موازية لمن للطريق، هذا القوة تكون اللي هي محصلة هذو زوج تكون موازية للطريق، وهي التي تدفع العجلة نحو الأمام، فهي إذن ماذا؟ هي قوة محركة، يعني هي اللي تدفع العجلة نحو الأمام، F اللي هي محصلة هذو زوج، وتكون ماذا؟ تكون قوة محركة، يعني هذا F هي قوة محركة، هي أي محصلة هذو زوج هي هذه تخليهم يندفعوا إلى الأمام. أي نقدر أن نمثلها بهذه الطريقة، مثلا عندنا العربة هكذا، وعندنا الطريق، لاحظ عندنا هذه الجملة ميكانيكية، اتجاه الحركة راح يكون هك، هذا القوة راح تكون منا هكذا، ها هي دي نرمز لها بماذا؟ بأف، بأف حيث اتجاه الحركة، ها هو اتجاه حركة يكون معها. نظن أعزائي التلاميذ تكونوا فهمتوا من هذا الدرس قدر ما، مثلا يكون واحد يكون فهم 50% من الدرس، 50% الأخرى إن شاء الله راح تفهمها في التمارين اللي راح يلحقوا الفيديو هذا بفيديوهات أخرى بحول الله، تمارين محلولة، ونحاول من خلال التمارين كي شغل نراجع الدرس ونفهمه أكثر فأكثر. إلى هذا أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.